صباح الخير. ايه ما بتردوش الصباح ليه؟ اتطرشتوا ولا ايه على الصبح؟ انا خلاص هسيب لك المكتب وامشي. اللي حصل معايا امبارح دون انا ما نمتش امبارح. لا يا راجل، ولا يعني عايز تكت بالفلوس المروحه الجديده؟ لا والله لا، ادي فلوس المروحه اهي. السلام عليكم. ست الدنيا مدام انصاف، لو في عندك اي مشكله او في اي حاجه ارجوكي تجيلي على المكتب على طول. مدام انصاف تطلب اي حاجه تتنفذ فورا، ده اوردر مني انا شخصيا. ربنا يخليك يا استاذ عزت، بجد الواحد مش عارف يقول لك ايه والله. انت والنبي مدير زي العسل. طب انا في مكتبي اللي بخاري بقى. فين ملف المعاملات اللي اديته لي التمضي امبارح؟ لا بقول لك ايه، ده مش نظام شغل ده. انا كده بجد ابتديت اتنرفز بقى.